مزيان وزوين وفيه الناس ديال الضحى هو المتنفس ديالهم الوحيد، ولكن هو فيه بحال كتشوف الازبال وما كاينش النظافه، وكاين الحيوانات بزاف كاين الكلاب المتشرده كيتبعوا الناس كينبحوا كي هذا، والنظافه انت تشوفها كاين لا 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 فيغديغ لا خضوريه لا حتى شي حاجه ما كايناش، والامهات نتا كيجيبوا كي وليداتهم باش يرتاحوا هنايا، وليت كنجي لها دابا شي ست شهور ولا سبع شهور هادشي كنلقاه دائما هادشي كاين. دائما هكا يا لا مبالاه واقيلا كاين شويه ديال وانا اللي كنشكيو منه هو الكلاب كاين كلاب ضاله بزاف والوليدات مساكن هذا هو المتنفس ديالهم كيبغيو يلعبوا العطله هذا كاين بعيد البحر على الناس زي بغي من يجي لهاد البليصات هادو هاد المنتزه نتمنى ان المسؤولين يجيو يشوفوا شويه وينقيوا الدنيا ويديروا شويه الغرس وينقيوا الدنيا رجع حدا المقاطعه هذيك ديال هنايا وجعل الطريق والموقع ديالو زوين كاين المسجد كاين كلشي ونتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله يا ربي هذا المنتزه اخويا كان مصايب كان مقاد اي يا اخويا اش نقول لك هنا المستوى الثقافي ديال ديال الانسان وديال التوعيه ما كاينش ما كاينش واحد التوعيه اللي كتوعي الدراري الصغار باش لهم باش يحافظوا على يحافظوا على الممتلكات العامه ديال ديالهم باش تبقى لهم واحد واحد المده وما كاينش اخي حتى الترميم ديال هذا الشيء هذا ما ####مهمول كنتمنى من أولاد المسؤولين هدو اللي مسؤولين على هد هد الحي هذا أو هد ديال هد المنطقة هدي دير واحد أه التفاتة لهاد المنتزه هدا... كنكول كرة كنا الطرام كادونينا شي تيران ليه في ديك الوسعة مكاين فيها والو... ودوك لو امر سين ديك واحد الدر المنتزه جوين ولا كيخص شويه الاصلاحات ما كرهناش يديروا شي تيران هنايا يصايبوه باش نبقاو نلعبوا فيه كره باش ما يلعبوا نلعبوا غير في الرمله والشانطياش ديما يلعبوا في الرمله واخا كنتعدوا شي شويه كنديروا حجر باش نلعبوا تولي حسن يصايبوا زليقات يصايبوا هادو يديروا لنا شي تيران صغير نبقاو نلعبوا فيه غير حنايا زعما كورة بيناتنا خويا اش نقول لك كتعاني من واحد التامي شمشي هاد الجرده راك عارف تقريبا كامل ماشي تسلا المغرب كامل اخويا دونك خاص شويه التفاس هاد الجرده دي ماشي بقاو اخويا المرضي عطينا الاعمار والبنايات والبني البني البني نبنيوا وآه ولكن فكروا في واحد مثلا واحد المنتجع سياحي مثلا واحد اخويا واحد البلاصه تكون فيها جريده خضراء يجيو مثلا الشباب يجيو الناس يجيو عيالات كبار تيبغيو يجلسوا خويا المرضى راك عارف انت شاب اخويا تتعرف هذا الشيء هذا تبغي الناس تسولاجة شويه اخويا تتخرج من الدار تبغي تشوف شي بلاصه مناطق خضراء غازو ولكن اخويا ما تتلقاش هادشي هذا وعلما ان الفلوس كاينه اخويا والجماعه الدور ديالها هادي والفلوس ما ما تقولش ما كاين بغين كاين اخويا الغزال يتقاد بهذا ومشي هذا وماشي مشكل الا كانوا باغيين مثلا كاينه اولويات اخرى يديروها ولكن هادشي الشيء حتى هو اخويا راه مهم باش نكونوا صريحين راه المنظر اخويا الانسان حيت ما يمكنش مثلا اخويا الغزال واحد الانسان مثلا ها هو تيتقاضى في الصالير مليون مثلا وتيخرج اخي المرضي تيلقى التورط الزبل وهذه وكذا ما عندو حتى شي معنى داك دوك الفلوس لي تتشد دونك خاص اخويا المرضي يكون واحد تكون واحد النظافه تكون واحد السيروره هادشي مهمول فهمتيني ما كاين لا غازو ولا شي حاجه وفهمتي الدراري الصارع عاوتاني ما ما تيوعيوهمش انا ما كاينش التوعيه فهمتي صافي كي كيجي كيبدا يخسر في اللعاب وداك الشيء فهمتيني ما خصوش يكون هذا الطاروز بس يكون بعاد شويه بعاد شويه, شوية فهمتيني حيت كيلعبوا الدراري الصغار هنايا فهمتي خص تكون الدنيا نقيه كاين الاقامات وراه كلشي ماشي غير الاقامات اللي كيستافدوا راه كاين الناس كيسكنوا في جوايه اخرى فهمتي اللي كيسكن الفوق كيسكن في العمارات اللي الإقامة حاليا ما فهمتي مجيد لك كيجيو كي حتى لهنايا كلهم كيجيبوا كي الوليدات ديالهم هنايا كيبغي يخرج يتفوه هنايا فهمتي اللي كاين الجامع هنايا يعني خصها الدنيا نقيه هنا وزوانه اللعاب كلشي تخسر هنا فهمتيني يعني ما كاينش ما صافي جابوا داك في الاول كان زواون من تخسر من بعد يعني صافي ما بقاوش كيتسوقوا ما تنساش في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس